بسم الله، نواصل الكلام عن كتاب الروح والكلام عن الخالدين. فصل في ألواح طط، أي كحوت المليئة بالحكمة التي يتكلم فيها عن الخالدين الذين لا يموتون إلا إذا تمنوا الموت، والحكم التي أوصى بها الناس وخصوصا ابنه البشر عموما وابنه. لذلك يظن أن تحوت هو اللقمان الحكيم والأهرام، وكيف كان أول من بنى هرما على وجه الأرض رمزة العماد، وأن هناك 7 أملاك يحركون الكون وهو صار ثامنهم. إشارة إلى حملة العرش، ويحمل عرش ربك يومئذ 8، وهو من أطلانتس الغارقة قيل البائدة التي يقول أنها ستعود وتظهر من جديد والله أعلم. ويشار إليه ويرسم هذه الهوية على شكل إنسان له رأس بلاشون أو طائر، أي من أمة الغرانيق. وقد ذكرت الغرانيق العلا في معتقدات قريش الذين هم من أولياء الله، ومنهم منهم من أولياء الله الصالحين، ومنهم منهم شياطين عبدوا من دون الله وجعلوا لله أندادا والله أعلم. فصل. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله تعالى في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. المنظرون المؤجلون اليوم وقت المعلوم، يأتيهم به الله تعالى في ظلل من الغمام هو والملائكة، فقد تكون الدابة يكون دابة فيقتل كل المنظرين، أو المهدي أو عيسى عليه السلام يقتل كل منظرين الكافرين، وتعود الأرض كما أرادها الله تعالى، تحكمها شريعة الله تعالى، وكذا كل السماوات والأرض والله أعلم. فصل. درجة حرارة الإنسان 37 درجة، وسن الرشد الذي يشاع أنه سن الرشد هو 18، وإذا ضربنا 18 درجة في 37 درجة حرارة الإنسان نحصل على رقم 666، رقم الدابة. قيل هي درجة حرارة الدابة، وهي الدرجة التي يريد إبليس أن يصل إلى ليتغلب على الدابة. وإبليس هو لوسيفر وعزازيل وقابيل، أي في الاندماج الطاغوتي، يريدون أن يصلوا إلى مثل هذه درجة الحرارة ليقاتلوا الدابة، والدبة هي التي ستقتل إبليس وتفقأ عين الدجال وتقطع أذنه وتشل يمينه وهكذا، وهذا معلوم الله أعلم مذكور. فصل. في ذكر الخالدين في أن أهل السماء لا يستعملون التأريخ الأرضي السنة السماوية أو السنة القمرية، بل يستعملون التأريخ الإلهي وهو تاريخ الكون الأزلي الثابت، وهم أهل السماء يعيشون مدة يوم أو بعض يوم أو نصف يوم من أيام الله تعالى، وهو ما بين 400 إلى 500 إلى 1000 سنة أرضية والله أعلم. ومنهم من يلبث 10، أي 10,000 سنة أرضية، أي 10 أيام من أيام الله تعالى والله أعلم. ومنه قوله تعالى: إن لبثتم ملا عشرا، هي 10 أيام من أيام الله تعالى، أي 1000 سنة أرضية والله أعلم. وقوله يقول أمثالهم: إن لبثتم ملا يوما، أمثالهم أي المستنسخون لهذه الهويات والمهجنون والمحذرون من هذه السلالة الأصلية، يعيشون يوما أو بعض يوم من أيام الله تعالى، من أيام الله تعالى حوالي 1000 سنة أرضية أو 540 والله أعلم بالصواب. فصل. الخلق بإنسهم وجنهم، أي المكلفون، هم 4 حالات إذا حضرتهم الموت وبلغت الحلقوم، كل واحد منهم يصير إلى حالة من هذه 4 حالات، وهي: أولا، لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الغير المدين الذين لم يسمعوا بالدين الإسلامي قط،
أو هم الذين لم يعطوا الميثاق في حالة في عالم الذر، ولم يكن من ولد آدم عليه السلام الله أعلم، يعود إلى الدنيا في جسد آخر ويمتحن من جديد، والله أعلم يكون في جسد آدم، والله أعلم إن كان من الصادقين اثنين، والله أعلم. ثانيا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب مباشرة بعد الموت. وذلك قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، أو كما قال، والله أعلم. ثالثا، وأما إن كان من أصحاب اليمين، سلام لك من أصحاب اليمين، أن يمكث بسنة في قبره ينام نوم العروس فيه ويسلم من عذاب القبر، والله أعلم. رابعا، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل الحميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. وأما من عارض عليه الإسلام وكذب وكفر به ينزل في قبره ليعذب في الحميم ثم مآله إلى الجحيم، والله أعلم. كل هذه الحالات الأربع هي حق يقين إذا حضرت المخلوق ساعة الموت. والدليل على هذا ما جاء في سورة الواقعة، قوله تعالى: وأنتم أزواج ثلاثة فذكر